يعاني مواطنون في ساحل حضرموت من أزمات متكررة في المشتقات النفطية والمواد الأساسية، ناهيك عن ملف الكهرباء الذي أصبح هاجسا يورق المواطن. ويرى مراقبون للشأن المحلي أن فشل الجهات المختصة في إدارة ملف الخدمات جعل من معالجتها حلما يراود أبناء هذه المحافظة النفطية. أزمات متتالية يتجرعها المواطن في ساحل حضرموت، ما أن تلوح بوادر لحل بعض من هذه الأزمات إلا وتتفاقم أخرى في مشهد أثبت فشل الجهات المختصة في إدارة ملف الخدمات. عاصفة الأزمات التي يعاني منها المواطن مستمرة وبشدة حتى مع دخول شهر رمضان المبارك، ومنها ملف الكهرباء، المشكلة التي ليس لها حل جذري في حسابات السلطات الحكومية. طبعا معاناة المواطن المتزايدة والمتكررة، الجميع المسؤولين، السلطة المحلية، الحكومة، كذلك أصحاب الهبة، للأسف أو من يدعون بالهبة، كلهم مشتركين في عملية معاناة المواطن بسبب انقطاعات المحروقات وإيصالها إلى المحطات. طبعا المؤسسة العامة للكهرباء تتعذر بأن هناك محطات الديزل خارج نطاق الخدمة بسبب عدم تواجد الديزل أو عدم وصول المنحة السعودية إلى هنا. للأسف المواطنين لا زالوا يتجرعون هذه المعاناة وبيقساوا مع هذه الأيام الفضيلة. مادة الديزل المدعوم وحتى التي بالسعر التجاري اختفت من محطات التوزيع، وظهرت بدلا عنها في بعض المحطات البيع بسعر 1500 ريال للتر الواحد ودون أي إعلان أو توضيح رسمي حيال ذلك. وتضاربت الآراء حول ما إذا تم تخصيص مادة الديزل المدعوم لمؤسسة الكهرباء لتشغيل مولداتها. مشكلة الكهرباء قديمة كما قلنا سابقا، لكن ليس بشكلها الحالي أو المعهود الذي تواصلنا السلطات المحلية يوما بعد يوم بأن أو عاما بعد عام بأنها ستلقى أو ستلاقي مشكلة للكهرباء في العام القادم. فالشعب ليس غبي لهذه الدرجة بأن يصدق هذه الوعود الكاذبة سنويا وكأنها حلقات مسلسل. لن يكون هناك أي حل للكهرباء ما دامت السلطات المحلية لم تقوم بتنمية هذه المؤسسة أو هذه الخدمة التي يريدها المواطن الصغير أو قبل الكبير، وكل المواطنين يحتاجون لهذه الخدمة. خبراء في الشأن المحلي أفادوا بأن المواطن في حضرموت بين سندان الحكومة ومطرقة السلطة المحلية التي فاح فسادها بعد تصريحات إعلامية لرئيس الحكومة يتهم السلطة المحلية في حضرموت بتسليمها 50 مليون دولار تحت تصرفها، محملها عدم صرف تلك المخصصات في تعزيز البنية التحتية للمحافظة. ويبقى هكذا حال المواطن في مدينة المكلا عاصمة حضرموت خلال أيام الشهر الفضيل دون الحاجة لوصفها، فالصورة أبلغ من الكلام.